في سنة 2006 ثم فعلا علاج أخوي مستشفى آخر في بابل وضمن مترجم وكنت أسأل المترجم عن مستشفى جيد بالعراق لأنه أنا حالتي حالة قديمة صغري سألنا المترجم عن حالة المستشفى الملاسم بالعراق في بابل هو اللي دلنا عن مستشفى في حالتي بشكل عام طبعا من صغري لما ولدت أنا أعاني من إعاقة كبيرة في التقوس عملت عملية من أنا صغير من عمري 6 شهور على رجلي للأسف فقط رجلي اليمين ما صحت زين في اليسار عملت عملية في سلطان عمان الحمد لله كانت ناجحة لكن في 2006 رجعت العراق مرة ثانية رجعت الآلام مرة ثانية ما أقدر أمشي عملت عمليات مرة ثانية في 2006 الحمد لله كانت عملية طيبة تقريبا استغرق من 30 أسبوع أخبروني إن شاء الله هذه راح تكون آخر عملية وإن شاء الله الأخيرة تفاجأت في 2019 بدأت ترجع لي الآلام مرة ثانية كل ما أمشي مسافة لمدة 10 دقائق لازم تخليني أرتاح أريح الرجل عشان فعلى طول قررت اني اجي على ايلاند سيتي وجداني اللي اسمه اياه في قبل والله بالحقيقه توافقت على طول مع سيتي وجداني تكلمت مع المترجمين طبعا ما قالوا لي اتصل فيني تقريبا بعد ساعه يخبروني المواعيد الموجوده فعلا جيت على حسب الموعد اللي اعطيتهم اياه كان الموعد دقيق والحمد لله قابلت الدكتور على حسب الموعد الحمد لله دكتور بيطمئن أني شخص الحالة تشخيص صحيح بعد أن خبرني إيش راح تكون طريقة العملية فهذا الشيء يطمئني كثير غير عن الطب الثاني اللي أنا قابلته من قبل بعد أن كان تشخيص صحيح فالحمد لله على كلام الدكتور وعلى تشخيص الدكتور حسيت أنه هو الأسهل للعلاج هذا على طول قد نختار هذا المستشفى وهذا الدكتور ان شاء الله يسهل الحقيقة من لما عملت الموعد تم حجز سيارة استقبالي في المطار ففعلا اول ما وصلت مطار بانكوك تم استقبالي سائق خاص اخذني من المطار اول ما وصلت المستشفى كان الموظفين والممرضين استقبلوني بشكل حسن طبعا سكنت في فندق المستشفى فندق ما شاء الله كان جميل ومريح كذلك الطاقم الطبي في حالة تنويمي في المستشفى بعد ما عملت العملية كان الطاقم فعلا طاقم وخبرة تم فيه كثير يعني ما تحتاج لأي شيء كذلك يا ما شاء الله عليه دكتور جريد كان يزورني يوميا بعد العملية يعني يوميا يزورني بس عشان يطمن على صحتي فأنا أعتقد أن هذا كافي حد ذاته ترجمين في كل مكان يعني في السيارة لما توصل الفندق ولما تروح للعيادة ما تتمهد الفندق العربية معك في كل مكان هذا اللي يريح بالحقيقة أنا تعاملت مع مستشفيات كثيرة صراحة أنا أشوف مستشفى وجداني هو المستشفى الأفضل تعاملا طبيا كتجربتي أنا كتجربة أهلي يعني عندي تجارب كثيرة لما وصلوا في هذا المستشفى هنا كان الحل النهائي للعلاج